السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة ألمانيا في الجزائر أو رقم السفارة الألمانية في الجزائر. رقم التليفون هو 00213-217-419-56. يبقى تاني، رقم سفارة ألمانيا في الجزائر أو رقم السفارة الألمانية في الجزائر 00213-217-419-56. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.